بالقرآن ولك الحمد على ما أنعمت به علينا من قديم أو حديث أو خاصة أو عامة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخرة وظاهره وباطنة والدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والخطايا والعصيان اللهم أسعدنا بتقواك واجعلنا نخشاك كأننا نراك اللهم إنا نسألك عيش السعداء وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ما سألناك من خير فأعطنا اللهم ما سألناك من خير فأعطنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا